لكم مشتركي سبورانيت. اليوم ان شاء الله باش نبدا نصلح لكم تمارين الكتاب المدرسي للدرس الثاني في الجبر اللي هو عدد العشريه والعدد التصريح. باش نصلحوا تمرين واحد صفحه 107. شنو فيه التمرين؟ اعطيني عدد اللي هو 9325.604. شنو يحب لنا؟ اعطيني بعض الاقتراحات ويحبني نشوفها هل هي صحيحه ولا غلطه. الاقتراح الاولاني 6 هو رقم الالف. وين رقم الالف؟ اذا هو رقم الالف هذايا الوحدات العشرات وهذه الالف. اذا رقم الالف هو 3 مش 6. اذا الاجابه الاولانيه غلطه. 2 هو رقم العشرات. وين رقم العشرات؟ هو رقم العشرات اللي هو 2. اذا هذه اجابه صحيحه. نعم 2 هو رقم العشرات. اذا هذه الاجابه ب. فهمنا اجابه صحيحه. 0 هو رقم الاجزاء من المئات. وين رقم الاجزاء من المئات؟ عندي هذايا رقم الاجزاء من الالاف من مئات ومن العشرات. إذا هذا صحيح. إذا هذه كيف صحيحة؟ هي الإجابة جي. فهمنا. 2 هو رقم الأعشار. من رقم الأعشار؟ إذا رقم الأجزاء من العشرات هو 6 ماهوش 2، خاطر 2 هو رقم العشرات ولكن رقم الأجزاء من الأعشار هو 6. غلطة. والإجابة الأخرى 4 هو رقم الأجزاء من الآلاف. وين رقم الأجزاء من الآلاف؟ هو اللي هو 4. إذا هذه إجابة صحيحة اللي هي الإجابة الأخرانية. إذا سما الإجابة هي هم سما إجابة جي معاود معاودها. إذا هي الإجابة هي. إذا عندي إجابة رقم 1 صحيحة، إجابة رقم 3 صحيحة، والإجابة رقم 5 صحيحة. فهمنا. كيما نجمو نحطو العدد نتاعي في الجدول اللي وريتهولكم في التلخيص، ونحطو كل رقم في الخانة اللي تواتيه، ومن بعديكا نختارو الإجابة الصحيحة. باهي. تعدى للتمرين رقم 2، جد العدد العشري الذي جزءه الصحيح 5. إذا جزءه الصحيح 5، شو معنتها جزء الصحيح 5؟ معنتها عنده 5 فاصل، هذا هو الجزء الصحيح أهو 5. ورقم الأجزاء من الآلاف فيه هو 3. إذا عندي رقم الأجزاء من العشرات ولا الأعشار، رقم الأجزاء من المئات، ورقم الأجزاء من الآلاف، خاطر كلهم صفر وكان هذا 3. فهمنا. إذا هو 5.003. باهي. نتعدى للتمرين رقم 3. شنو فيه التمرين رقم 3؟ عطيني سلم في التمرين رقم 3. وشنو يحب؟ يحب نحط النقطتين A و B على السلم نتاعي. عطيني هو نقطتين، يحبني نقرا الـ نقرا معناها الاحداثيات نتاعها على السلم. اذا عطيني النقطة ب هي هذه، وعطيني النقطة أ هي هذه، هذه النقطة أ. اذا كيفاش نقراهم؟ كيفاش نقرا الاحداثيات نتاعها على السلم؟ اذا عندي هذا صفر وهذا واحد، وهذا شنو؟ هذا 0.1، 0.2، 0.3. اذا ب احداثياتها 0.3. فهمنا. عندي الأ، عندي هذا واحد فاصل واحد، فاصل اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. إذا آ هي 1.7. باهي. بعد شنو يحب؟ عين النقطتين جي وكا أحداثياتها. عطيني نقطة جي أحداثياتها 0.6، ونقطة كا أحداثياتها 2.9. إذا هنا شنو عندي؟ هذا عندي صفر، هذا فاصل ثلاثة، فاصل أربعة، خمسة، ستة. إذا هذه هي النقطة الأولانية جي، والثانية 2.9. إذا هذه 2 وهذه 3، نورمالمون هذه هي 2.9. فهمنا؟ علاش؟ الخطر رجع على 3 ب 0.1، والا حسب من 2 مشى 0.9. باهي. تعدى التمرين رقم 4. شنو فيه التمرين رقم 4؟ رتب الاعداد التاليه ترتيبا تصاعديا. اذا عندي اعداد باش نرتبها، اذا باش نرتب الاعداد هذوما اللي هما 505 على 100، 549، والعدد الموالي 550 على 100، والعدد اللي بعده 5.51. اذا باش نرتب الاعداد شنو يلزمني نعمل؟ ما يلزمنيش نخليهم هكايا. علاش؟ ما نجمش نرتب عدد هذا والعدد هذا، يلزمني نردهم كل عدد بنفس المقام. باهي. هذه 5.49. شنو باش نعمل هنا؟ عندي هذا على 100 وهذا على 100، اذا المقام المشترك هو 100. اذا هذه شنو باش تولي لي؟ باش تولي لي 549 على 100 هكا، ولا خاطر هذه على 1 وقسمت على 100. باهي. وهذه شنو باش تولي لي؟ باش تولي لي 551 على 100. كان تفكروا شويه دروس نتاع السنه السادسه ابتدائي كيفاش نحولوا الاعداد نتاعنا. تفهمنا؟ عندي عدد كي نقسم على 100 شنو معناتها؟ معناتها صفر احوله منزلتين على اليمين، الفاصل عفوا احوله منزلتين على اليمين. هاني هذه معناتها 549 كي نقسمها على 100 هو الفاصل اللي هنا باش نحوله منزلتين الى اليمين. معناتها باش نرجع للعدد نتاعي هذا هنا كيف كيف، 551 باش نقسمها على 100 باش ترجع لي لهنا. اذا توا يكفي اني رتب ترتيبا تصاعديا. شنو التصاعدي؟ معناتها من الاصغر الى الاكبر. بما انه عندهم نفس المقام يكفي اني رتب البسط. باهي. اذا اصغر بسط في هذوما الكل هو شنو؟ هو 505 على 100، هذا أصغر عدد. يليه 549 على 100، ثم 550 على 100،
وأخيرا 551 على 100. فهمنا بما أنه عندي بنفس المقام يكفي أني رتب البسطان وأكبر أصغر عدد هو 505 549 550 551. باهي تعدل السؤال الثاني بالتمرين. شنو في عندي أعداد يحبني أرتبهم ترتيبا تنازليا؟ المرة هذه 3.06 3.60 359 على 100 3090 على 1000. تفهمنا بكيفاش نرتبهم العدد هذوما؟ كيف كيف عندي المقام المشترك اللي هو 1000 ولا نجم نحط 100؟ باش نخدم لكم المره الاولى بال1000 ومن بعد باش نوريكم بال100. شنو نعمل هنا؟ هذه نجم نكتبها 3000 هذه على معناها باش نحطها على 100 وعلى 1000، اذا نحط 3 اصفار. هذه باش تولي لي 1000. بما انه هي على 100 باش نرد على 1000 نضرب المقام والبسط في 10 وهذه باش تبقى 3090 على 1000. باهي انا هو اصغر عدد ثم انا هو اصغر عدد. اذا هو يحب ترتيبا تنازليا معناتها من الاكبر الاصغر. انا هو اكبر عدد عندي هذا رقم 1 هذا رقم 2 هذا رقم 3 وهذا رقم 4. فهمنا ترتيبا تنازليا. باهي اما نحط المقام المشترك 1000 كما نجم نحط المقام المشترك هو 100. شنو نجي نعمل هنا؟ هذه باش نقسمها على 1000 اذا باش نحسر منه باش نحسر منه وهذوما باش نردهم من 100 باش تولي لي 100. اذا كيف كيف شرط ترتيبا تنازليا انا باش يجيني اكبر عدد بتبيعه هو هذا ثم العدد هذا ثم العدد هذا ولهنا العدد رقم 3 ثم العدد هذا رقم 4. فهمنا اذا كيفاش نجي نرتب نحط الترتيب نتاعي. شنو عندي هو ترتيبا تنازليا معناتها من الاكبر الى الاصغر. اذا باش نرتب لكم لهنا عندي اول عدد هو 3600 باش نرتب على 1000 ثم 3590 على 1000 ثم 3090 على 1000 اي 3060 على 1000. تفهمنا بما انه عندهم نفس المقام كيف كيف يكفي اني نرتب البسط اكبر واحد هاو 3600 3590 3090 3060. باهي بعد نصلح التمرين رقم 5 صفحة 107. شنو فيه التمرين؟ فيه مجموعة عمليات ويحبني نربط بسهم. مانيش باش نربط بسهم انا باش ننجز العملية نتاعي. عندي العملية الأولى 104.2 مع 8.76 إذا نجي نعمل العملية العمودية 104.2 مع 8.76 بتبيع لهنا عندي 0 6 9 12 نكتب 2 ونحتفظ بواحد 1 1. إذا النتيجة هي 112.96 الأولانية نربطها ب 112.96. فهمنا العملية الموالية تبع صفحة 107 كيف كيف ننجز العملية عموديا. عندي 5 9 16 10 إذا مش جيني نتيجة 30.695 إذا نربطها ب 30.695 والعملية الأخرى إذا ننجز العملية عموديا جيني 126.135. نحرص ديما اني العمليه العموديه ننجزها مباشره على الشاشه. علاش؟ باش تشوفوني كيفاش نخدم وباش يعني تتمكنوا ما تاخذوش النتيجه مسلمه. فهمنا هنا بتبيع نحط اصفار. عندي 0 مع 5 5 0 مع 3 3 2 مع 9 11 تكتب واحد ونحتفظ بواحد 4 5 6 2 مع 0 2 وعندي الواحد بتبيع لهنا عندي 0 ونهبط الفاصل. فهمنا اذا النتيجه نربطها ب 126.135. عاد نصلح تمرين 6 صفحة 107. شنو عطيني؟ احسب بأيسر طريقة بتبع ايه مش احسب بأيسر طريقة. فكركم انه الجمع والطرح في الاعداد العشرية تنطبق عليه نفس خاصيات الجمع والطرح في الاعداد الصحيحة الطبيعية. عندي 30.15 مع 13.06 الا 30 مع 13.06. اذا شنو باش نعمل هنا؟ باش نجي ناحية الاقواس. فهمنا 30.15 مع 13.06 الا 30
الا 13.06 عندي الا قبل القوس، اذا الا وما عادش تولي الا، فهمنا؟ ركزوا بالكدا في العلامه اللي قبل القوس، هذه باش تنحى على روح، خاطر مع 13.06 الا 13.06 باش تبقى لي 30.15 الا 30 يجي 0.15، فهمنا؟ نخدم هكا يسهل لي اني نجمع هذوما ونجمع هذوما ونعمل عمليه الطرح نتاعي. باهي، تعدى للعمليه المواليه 871.01 الا 293.005 الا 823.4 الا 293.005. كيف كيف لهنا شنو نجي نعمل؟ نجي نحي الاقواس. شنو عندي لهنا؟ 871.01 الا 293.005 الا 823.4 مع 293.005. بالطبيعة نزيد نأكد على العلامة اللي قبل القوس هي علامة إلا، العلامة هذه باش تولي بالطبيعة هاوني ولت مع، فهمنا؟ إذا جات عندي مع قبل القوس ما يتغير حتى شيء، هذوما وهذوما باش يطيروا مع وإلا، باش تبقى لي النتيجة؟ باش تبقى لي 871.01 إلا 824.4، أنجزوا عملية عمودية نتاعي 871.01 إلا 824.4 هذه صفر، إذا واحد لهنا 10 إلا 4 6 نهبط الواحد بتبيع الفاصل، لهنا 11 إلا 6 بجيني 5 نهبط الواحد، لهنا 7 إلا 3 4 ولهنا صفر، إذا مش بجيني النتيجة النهائية 45.61، فهمنا؟ نتعدل ب، شنو عطيني ب؟ أحسب بأيسري، أحسب عفوا بطريقتين مختلفتين، عطيني زوز عمليات 19.35 إلا 13.15 مع 2.2. إذا الطريقة الأولى أني نجمع العملية بين الأقواس ونخدم عملية، فهمنا؟ إذا 13.15 مع 2.2 عندي 5.3.5.1، إذا هنا عندي 15.35 ولهنا عندي نهبط 19.35، عملية إلا عادية شنو مش يجيني؟ 19 إلا 15.4، فهمنا؟ بتبيع فاصل 0.0، علاش؟ خاطر عندي 35 و35 نفس الجزء العشر. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نجي نحي الأقواس، ركز في العلامة اللي قبل القوس هي علامة سالبة، إذا العلامة اللي داخل القوس مش تتقلب، شنو مش يولي عندي؟ 19.35 إلا 13.35 هذه باش تعطيني 6 إلا 13.15، إذا هذه شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 6.2 إلا 2.2 يساوي 4، بالطبيعة عندي نفس النتيجة ولكن بطريقتين مختلفتين، هذه العملية الأولى. بعد العملية الثانية اذا لهنا كيف كيف جي نعمل هذوما وحدهم وهذوما وحدهم، هي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه بالطبيعه مش نحي الاقواس، فهمنا؟ لان شنو عندي؟ عندي 32.708 الا 10.05، يعني عندي 8 عندي 5 عندي 6 عندي 2 وعندي 2، اذا لهنا عندي 22.658 مع لهنا عمليه جمع. شنو عندي؟ إذا 5 2 16 6 7 8 86.25، أنجز العملية الجمع العمودية، شنو باش تجيني لهنا؟ يساوي ديما نعاود الملاحظة نتاعي، راني نخدم في العمليات العمودية باش يعني ما تاخذوش نتيجة مسلم. عندي لهنا 8 10 6 7 8 9 6 8 ولهنا 10، إذا النتيجة النهائية هي 108.908. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية بتبيع باش نحي الأقواس ونشوف شنو تعطيني النتيجة والعملية. إذا لهنا باش نجي نحي الأقواس نتاعي، بما أنه عندي مع قبل القوس العلامة اللي في وسط القوس تبقى هي بيتا، شنو باش نجي نعمل لهنا؟ شوف باش لاحظ أنه هذوما زوز باش نعملهم مع بعضهم وهذوما زوز مع بعضهم، باش تعطيني 32.705 مع 68.2 مع 18.05 إلا 10.05، فهمنا؟ هذه شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 8 خاطر عندهم نفس الجزء العشري، إذا مش يكفي إني نطرح 10 من 18، فهمنا؟ ولهنا شنو باش نعمل؟ شنو عملت الجمع العادي؟ 32.705 مع 68.2 إذا مش يجيني 100.900،
وخمسة مع ثمانية، إذا النتيجة النهائية باش تجيني 108.905، فهمنا اللي هي نفس النتيجة نتاعي. باهي لهنا عندي لهنا عندي 32.708، راه مش 705، العملية نتاعي عطيلي 708، فهمنا يلزمني في الآخر نتحصل على نفس النتيجة. باهي نفس التمشي، ولكن لهنا حطيت 705 اللي هي 708، باش نتحصل على 108.908 بالطريقة هذه، و 108.908 بالطريقة اللي فاتت، نفس النتيجة فهمنا. 387.807 شلون فيه؟ فيه جزئيات باش نعمل عملية ضرب. عندي 180.4 ضرب 13.05، إذا باش نعمل عملية الضرب الأولانية نجي لهنا 180.4 ضرب 13.05، إذا شنو باش نجي نعمل؟ باش نبدا بالخمسة، خمسة في الأربعة 20، نكتب الصفر ونحتفظ باثنين، صفر اثنين، خمسة في الثمانية 40، نكتب الصفر ونحتفظ بأربعة، خمسة تسعة، فهمنا؟ نحط نقطة باش نضرب الأصفار تو، إذا شنو باش تعطيني هنا كلها أصفار، نحط نقطة تو، نقطتين تو باش نخدم ثلاثة، ثلاثة في الأربعة 12، نكتب اثنين ونحتفظ بواحد، ثلاثة في الصفر صفر واحد واحد، ثلاثة في الثمانية عندي 3 في 8 24، إذا نكتب أربعة ونحتفظ بواحد، 3 في 1 3 و2 5، طب باش نعمل نتاع الواحد، إذا عندي 4 0 8 و1، طب باش نعمل عملية جمع عادية 0 2 2 14 5، هنا 8 و5 13. المرحلة الموالية شنو هي؟ نشوف كيفاش عندي من رقم بعد الفاصل، قبل الفاصل عفوا، عندي 1 2 3، إذا هنا عندي 1 2 3، نحط الرقم، نحط الفاصل هنا، شوف تجيني هاكا النتيجة نتاعي 2354.22، إذا من هنا 2000.22، فهمنا؟ تعدل الجزء الموالي اللي هو 38.5 ضارب 7.02. كيف سأنجز العملية عمودية على الشاشة مباشرة لهنا باش تشوفوني كيفاش نخدم. 38.5 ضارب 7.02، عندي لهنا 10، 2 في 5 بالطبيعة 16 17 6 7، لهنا عندي كلها أصفار خاطر 0 في 5 0 0 في 8 0 0 في 3 0، لهنا عندي 35، نكتب 5 ونحتفظ بثلاثة، عندي 7 في 5 هي 35، بعد لهنا عندي 7 في 8 بالطبيعة لازم نكونوا حافظين جدول الضرب متاعنا، إذا هنا باش تعطيني 56.3 باش تعطيني 59، وعندي 7 في 3 21 و5، إذا لهنا قلنا 7 في 3 21 21 و5 تجيني 26، نعمل العملية نتاعي 7، عندي 7 5 12 9 10 6 7 8، إذا وعندي قديش من رقم في الجزء العشري؟ عندي 1 2 3، إذا نحط لهنا الفاصل، عندي 1 2 3 تجيني 270.270، فهمنا؟ تعدل العملية الموالية اللي هي 1830.6 ضارب 102، لأن كيف شنو نجد العملية العمودية؟ 0.6 ضارب 102، فهمنا؟ إذا عندي 12 0 1 6 16 2 3، هنا عندي بتبيع أصفار خطر عندي 0 ضارب، لهنا عندي 6 0 3 8 1، إذا عندي 2 1 12 7 6 8 1، عندي رقم برك في الجزء العشر، إذا الفاصل باش نحطو لهنا، فهمنا؟ إذا النتيجة متاعي هي نكتبها 18 6 7 2 1.2، فهمنا؟ نتعدى الآخر عملية اللي هي 53.52 ضارب 17.4، إذا نوجد العملية العمودية متاعي 52.52 ضرب 17.4، 4 في 2 8، 4 في 5 20، نكتب الصفر ونحتفظ باثنين، 4 في 3 12 و2 14، 4 في 5 20 و1 21، نحط النقطة، 7 في 2 14، 7 في 5 35 و1 36، 7 في 3 21 و3 24، 7 في 5 35 و2 37، عندي نقطتين، 1 في 2 2 1 في 5 5 1 في 3 3 1 في 5 5 8 4 12، نعم في عملية جمع لهنا 5 و4 9 10 11 10 13 5، لهنا 9، عندي 3 أرقام في الجزء العشري، إذا مش تجيني النتيجة 931.204 248. نزيد نأكد تعمل عملية وحدكم
وتشوفوا الطريقة متاع الأصلاح. نعم في العملية العمودية قدامكم باش تتمكنوا من الخدمة. فهمنا؟